إطار الدورات التكوينية التي تنظمها وزارة الشؤون الاجتماعية لفائدة الأخصائيين الاجتماعيين، نظمت الإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية بولاية صفاقس بالتعاون مع المؤسسة الدولية للنظم دورة تكوينية في الغرض تحت إشراف السيدة نبوية النايلي المندوبة الجهوية للشؤون الاجتماعية وتنشيط المنسق الجهوي للمشروع الأستاذ الهاشمي بن علي. يندرج لقاء اليوم في إطار الاتفاقية المشتركة بين وزارة الشؤون الاجتماعية ومؤسسة والمؤسسة الدولية للنظم الانتخابية، في معناها هذا الكل يصب في إطار التكوين وتنمية القدرات وتعزيز الكفاءات اللي هما الأخصائيين الاجتماعيين. الأخصائيين الاجتماعيين اليوم هما الخطوط الأمامية لمقاومة البرامج الفقر متعدد الأبعاد. احنا باش ناخذوا توجه جديد للأخصائيين الاجتماعيين، ما عادش يقتصر الدور هم على المساعدة الإسعافية والمادية فقط، بل هناك جانب مهم جدا اللي باش نخرطوا فيه الكل، اللي هو تغيير وتنمية قدرات الفئة المستهدفة اللي هي العائلات الفقيرة ومحدودة الدخل. كل هذا يصب في تعزيز قدراتهم وتنمية مهاراتهم ورفع حسهم بمسؤوليتهم وحقوقهم في القيام بواجباتهم والمطالبة بحقوقهم، باش يكونوا هكاكا معناها باش يتحول الفرد إلى فرد فاعل في المجتمع، واعي بقيمة حقوقه، يسعى إلى القيام بواجباته والمطالبة بحقوقه بما يكفل له الحقوق الموجودة بالدستور باتفاقيات الدولية والعربية والإفريقية. اليوم عنا ورشة تدريبية معناها تندرج في هذا الإطار، باش نحاولوا نمروا رسائل إيجابية من خلال أخصائيين الاجتماعيين، هكاك يكون تدخلهم شمولي من خلال الإحاطة بالفئة المستهدفة ماديا واجتماعيا ونفسيا وتوعيا. كل هذا يصب في إطار رفع الوعي الفردي والمجتمعي بأهمية الحقوق وأهمية القيام بالواجبات والمطالبة بالحقوق، باش نحاولوا نثمنوا وجود الأفراد، باش يكون الاستثمار الكل على معناها الجانب العنصر البشري، ونحاولوا مع بعضنا نحطوا اليد في اليد ونوفقوا في تنفيذ البرامج بطريقة مهنية وحرفية. مشروع وعي هو يمس المواطن بصفة مباشرة ويمس الحرفاء اللي يتوافدوا على الوحدات المحلية للنهوض الاجتماعي وأقسام النهوض الاجتماعي، ونحاولوا في إطار المشروع وعي توعية المواطن وجعله فهمتني يشعر بالمواطنة متاعه في إطار المنظومة الشاملة لحقوق الإنسان. احنا في البرنامج هذا برنامج مشروع وعي مش نحاولوا نمسوا ونستهدفوا الفئات اللي تقصدنا في الوحدة المحلية للنهوض الاجتماعي، ونحاولوا نجعلهم عنصر فاعل في الوطن، ومعناها باش يكونوا فاعلين أكثر ويكونوا واعين بحقوقهم وواجباتهم ويعرفوا إيش معناها مواطن ونحسوهم بسلوك المواطنة، والمواطنة كما تعرفوا هو سلوك يكتسب عبر الدربة وعبر الممارسة. هذا المشروع ستتلوه مشاريع أخرى في الأفق كما جاء على لسان المنسق الجهوي. أحضر اليوم بصفة منسق جهوي لمشروع وعي ومكون في ذات الوقت، يندرج هذا اللقاء وهذا الحضور اليوم بصفتي كمنسق وكمكون ضمن مشروع وعي. مشروع وعي هو مشروع يجي في إطار شراكة بين وزارة الشؤون الاجتماعية والمؤسسة الدولية للنظم الانتخابية، يستهدف بطبيعة الحال الأخصائيين الاجتماعيين أي المستفيدين من هذا اليوم التكويني اللي انطلق منذ 8 صباحا ويمتد إلى 5:30 هذا اليوم. فيه جملة من المناشط والمقاطع التكوين. المستفيدين أخصائيين اجتماعيين بولاية الميدانيين بالوحدات المحلية للنهوض الاجتماعي بولاية صفاقس أساسا، أولا لرفع وعيهم ولتنمية قدراتهم ولتطوير معارفهم حول مشروع وعي، ثم لتمرير الرسائل الإيجابية اللي في ويادة المواطنين. ستكون لنا في المستقبل كذلك مشاركات أخرى وأيام جهوية تكوينية أخرى. نحن الآن بصدد الإعداد لندوة جهوية حول تفعيل وأهمية تفعيل العمل الشبكي في
برنامج العمل الاجتماعي بالوسط المدرسي بالشراكة مع وزارة التربية ووزارة الصحة ومندوب مؤسسة مندوب حماية الطفولة وكل الأطراف والمراكز المهتمة وكل الأطراف المتداخلة في الشأن المدرسي. كذلك على مستوى جهوي لنا برنامج تكويني تدريبي لفائدة الأخصائيين الاجتماعيين يهم برنامج ترانسفورم. يشتغل برنامج ترانسفورم باختزال شديد حول أرضية الحماية الاجتماعية في تونس، يعني فيها هي مقاربة حقوقية الآن أصبحت معتمدة في، وبرنامج ترانسفورم يشمل معناها تونس والدول العربية، وأنا باعتباري مكون في أساسي ومكون رئيس في برنامج ترانسفورم، يعني ستكون لي لقاء وأيام تكوينية لمدة 5 أيام في انتظار أنه نشخص حاجية تكوين على مستوى الجهوي ونبنيه عليها برنامج تكوين استهدافي على المقاس للمتدخلين متاعنا وللخصائيين متاعنا.